دمه. السلام عليكم، واليوم مع الجزء الثاني من قصة إيلي ويليامز. لا تنسى تشوف الجزء الأول قبل ما تكمل هالجزء هذا، وأحداث هذا الجزء تتكلم عن الإضافة اللي هي Left Behind. حلو، الحين نقول إن البنتين عاشوا حياتهم ومرت الأيام لغاية ما في وقت من الأوقات، وبعد ما ردوا من المدرسة أخذت رايلي وإيلي صورة تذكارية واحتفظت فيها إيلي للذكرى. لكن بعدها بوقت تهاوش البنتين وفترقوا، مو معروف ليه تهاوشوا بس نقدر نقول سوالف حري. المهم إيلي كانت تأخذ أخبار رايلي من خلال أصدقائها بين فترة وأخرى، يعني الصداقة قوية ما زالت تتبي تطمن عليها، فتنبش مع ربع رايلي وتسأل عنها. وإيلي بشكل متقطع تزور المجمع التجاري اللي قابلت فيه وينستون وعلمها على الخيل. كانت تيجي تركب الخيل بين فترة أخرى لغاية ما أتقنت ركوب الخيل بشكل دقيق جدا. وفي صيف 2033 تتفاجأ إيلي لما زارتها رايلي وقعدتها من النوم بالليل بعد ما مثلت إنها متحولة، ومرجت قلب إيلي اللي تضايقت من غشمرتها البايخة، وهم بعد عصبت عليها إنها قاطعتها وما شافتها من 6 أسابيع. لكن تفاجأت لما عرفت إن رايلي انضمت لمجموعة الفاير فلايز. قالت لها رايلي تعالي معي خلنا نطلع من الملجأ مؤقتا ونلف برا وأقول لك إيش صار معي طول هالوقت، وفورا إيلي وافقت وراحت معها. وبعد ما هربوا من الملجأ لقوا دورية أمن واختبأوا في مبنى مهجور، وهم يتمشون عند المبنى سألتها إيلي شلون لقيت الفاير فلايز مرة ثانية؟ فقالت لها أنا تعقبت واحد اسمه تريفر عضو فاير فلايز اللي عضته إيلي قبل اللي شرحته في الجزء الأول من قصتها، وهناك مسكها تريفر ووداها المارلين ما غيرها اللي أخيرا وافقت أنها تضمها معاهم. وبدأ نقاش سريع بينهم. رايلي سألت إيلي إذا كونت صداقات هناك، لكن إيلي تحفظت بالجواب، والواضح أنها كانت وحيدة وتبي تصير وحيدة. وهنا قالت إيلي ليه ما نضم معاكم بالفاير فلايز؟ أكدت رايلي أن مارلين تبي إيلي بأمان وتكون بالملجأ والمدرسة وتعيش حياة آمنة قدر المستطاع، لأنها وعدت أمها اللي هي أم إيلي أنها تحميها. وبعدها دخلوا المجمع التجاري ما غيره اللي كانوا يدخلونه قبل، وسألت رايلي إيلي وقالت تذكرين هالمكان لما جبتك أول مرة؟ استغربت إيلي وقالت إيه أتذكر، بس ليه جبتيني هني هالمرة؟ هناك رايلي خذتها وصلوا لمكان وينستون ما غيره الخيمة. إيلي قالت سمعت إن وينستون المسكين مات من جلطة بالقلب، وهناك شافوا صورة جميلة لوينستون لما كان شباب، ولما طلعوا من مكانه لقوا السرج مال الخيل، بس الخيل نفسه مختفي. توقع أن في أحد أخذاه معاه وزعلوا عليه. وهناك استمروا في المشي لغاية ما وصلوا بعدة عوائق كثيرة لأحد المحلات، وهو محل الأزياء مالة الهالوين. استانسوا شوي في لبس الأقنعة وأخذوا بريك في هالمحل يستانسون ويسولفون ويلعبون مع بعض. طبعا بنات صغار وما عمرهم حسوا بالوناسة الحقيقية. لما طلعوا جت لرايلي فكرة الرمي على نوافذ السيارات، فاتفقوا أن رايلي تستهدف السيارة الزرقاء وإيلي تستهدف السيارة الحمراء. أول واحد يكسر كل النوافذ يفوز. فازت بالنهاية إيلي، وفورا جال في بال إيلي سؤال مهم وهو ليه تركت الملجأ يا رايلي بدون لا تقولي لي؟ رايلي ما جاوبت سؤالها وكانت أيضا متحفظة. وهناك راحوا لمحطة الطاقة عشان يشغلون كهرباء المجمع التجاري ما غيره. قالت رايلي إن الجيش كذب على الناس لما قال الكهرباء خلصت في كل مكان. وبعدين إيلي قالت واعترفت إنها فرحانة إن فعلا رايلي ردت له وما ماتت حتى الآن. وبعدها شغلوا كهرباء المجمع بالكامل، وهناك بدوا يلعبون بفرح بالألعاب اللي في المجمع. لكن فجأة توقفت اللعبة اللي كانوا فيها وتضايقوا، بس قالت رايلي ما عليك لقيت كتاب نكت. استانست إيلي وهي تسمع النكت من الكتاب. كملوا استكشاف المكان ولقوا مكينة تصوير طريفة تصورهم بأشكال مختلفة. وفرحت إيلي من الجهاز وبدت تأخذ صورة مع صديقتها رايلي. المضحك أن الجهاز كان يقول ما فيه انترنت، والبنتين استغربوا من كلمة انترنت. وبالنهاية حاولوا يطبعون الصور لكن للأسف المكينة ما كان فيها أوراق طباعة، وفوق هذا خربت عليهم بعد. الأمور اللي نعيشها الآن بالنسبة للبنات شيء غريب، لأنهم كملوا الاستكشاف ولقوا الدرج المتحرك شغال. حرفيا كان كأنه مدينة ملاهي بالنسبة لهم. ركبوه بفرح وكملوا لغاية ما وصلوا لمكان الأركيد اللي شافوه من زمان، بس هالمرة شغال. فرحت إيلي كثيرا تبي تجرب الألعاب، لكن للأسف الألعاب أغلبها خربانة. وهناك رايلي خلتها تتخيل شلون تلعب، ولعبوا مع بعض بشكل تخيلي، واستانست إيلي في هالموضوع. بعد اللعبة بفترة قالت إيلي الحين وقت العودة للملجأ. رايلي قالت في وقت خلينا نكمل الاستكشاف، لكن إيلي صممت بالعودة للملجأ. وهناك رايلي فاجأت إيلي لما قالت إن الفاير فلايز يبونها تغادر بوسطن وتنضم لفرقة ثانية من الفاير فلايز مكانها بعيد جدا عن إيلي.
تضايقت إلي وعرفت إن رايلي أصلاً رجعت تقابلها عشان بس تودعها، وقالت خلاص 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 روحي وهي في قمة الألم. رايلي راحت عنها متضايقة، لكن إلي حست بالذنب بردة فعلها. راحت تدور عليها في المجمع ولقتها في أحد المحلات، وهناك صارحت إلي وقالت لرايلي إن اهتمامهم لبعض وأنهم أصدقاء متعاونين وكأننا فريق ناجح، وفجأة تبين تروحين وتتركيني؟ فردت رايلي قالت هني إذا مسكوني كعضوة فاير فلايز تراهم بيقتلوني فورا. المكان صار شوي مقلق يا إلي. فاجأت رايلي إلي لما ورتها مسدسات الماية اللي تعشقها إلي، وفجأة إلي قالت شوفي خلنا نتقاتل ونستانس في هالمسدسات الماي وبعدين نسولف. بدأ قتال جميل ظريف بمسدسات الماي بينهم، وبعدها بفترة بسيطة اسألت رايلي إلي إذا للحين عندها جهاز التسجيل. قالت أكيد عندي، فأخذت رايلي شريط الأغنية من الجهاز وشغلته على مسجل في المجمع، وبدأوا يرقصون ويستمتعون مع بعض. وفجأة إلي فجرت مشاعر الصداقة لرايلي وقالت لها خلاص تكفين لا تروحي. ورايلي فاجأتها أن قطعت قلادة الفاير فلايز ورمتها، وهذه إشارة أنها موافقة تقعد صديقة أوفيليا مع إلي دائما وأبدا. لكن للأسف بسبب الموسيقى العالية اسمعوا صوت مجموعة مرتزقة ودخلوا المجمع، قدروا يسكرون الباب عليهم، لكن للأسف المتحولون للأسف اقتحموا المكان بعد. رايلي وإلي هربوا للطوابق العليا متفادين الوحوش على كثر ما يقدرون، لكن للأسف المتحولون كثار وبدأ قتال ملحمي بين الهروب وقتلهم كر وفر، لغاية ما أخيرا قدروا يفضون المكان اللي كانوا فيه من المتحولين. أما الصدمة هي لما رايلي قالت إلي إيدك، انصدمت إلي إنها معضوضة وهي في قمة القهر مو مستوعب إنها بتتحول خلاص. المسكينة جتها صدمة ثانية بعد لما شافت إيد رايلي بعد معضوضة، يعني حان وقت وفاتهم وتحولهم القريب جدا. إلي بدت تتكسر بالأغراض ومصدومة، واستها رايلي وقالت لها ما عليه الحين عندنا خيارين، يا يعني ننتحر مع بعض عشان ما نتحول أو نكون مع بعض لغاية ما نتحول. إلي في يأس قالت زين ما في خيار ثالث؟ فقالت لها رايلي للأسف ما في. وبعد وقت قليل للأسف رايلي تحولت، أما إلي تفاجأت أنها حتى الآن ما تحولت. وهناك راحت إلي لمارلين زعيمة الفاير فلايز وصديقة أمها وقالت لها القصة اللي فاجأتها، وانصدمت مارلين أن إلي للحين ما تحولت. توقعت مارلين أن العلاج النهائي من الفطريات المزعجة راح يكون من خلال إلي بكل تأكيد، وقرروا مارلين وإلي خطة العلاج أنهم يبدون في التجارب عليها ويحاولون يكتشفون لقاح لهالفطر المزعج.